راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا في هذه الدروس التي تخص العربية للناطقين بغيرها. نحن أصبحنا نبحر في يعني أمور كثيرة في اللغة العربية، وبفضل الله في الدرس الماضي ناقشنا أمرا مهما وهو المضاف والمضاف إليه، وقلنا أن المضاف والمضاف إليه هي عبارة عن وجود اسمين يتبعان بعضهما البعض، فالاسم الأول لابد أن يكون بالضمة أم الفتحة أم الكسرة، ما رأيكم؟ بالضمة، صحيح؟ والاسم الآخر لابد أن يكون مكسورا سواء بالتنوين أو بدون التنوين. إذن هذه القاعدة الرئيسية، القاعدة الرئيسية في الدرس الماضي. وقلنا إذا أتى الاسم الأول مكسورا فإنه لابد أن يكون قبله حرف جر سبب، أو كان سببا في أن يكون الاسم الأول مكسورا. So basically what we covered last time is مضاف and مضاف إليه, two nouns following each other, like in English the book of Khalid, the book of Muhammad. So we have two nouns. The first noun must have ضمّة, the second noun must have كسرة or كسرة تنوين. And if the first noun came up as with كسرة, it means it is preceded basically by a preposition. And that's why we have it with كسرة. تقريبا يا شباب طلبت منكم أن تقرأوا وتكتبوا جميع ما مر لدينا من دروس، وحقيقة يعني بعضكم أرسل لي بعض الرسائل بأنه لديه بعض الأسئلة وأجبنا عليها. كل الأسئلة كانت عن النطق، وهذا يدل أنه إن شاء الله في مرحلة متقدمة الطالب عندما يسأل عن النطق، فلا بأس أن يكون عندنا مشاكل في النطق في البداية. ثم بعد ذلك ذكرنا الاسم أو همزة القطع والوصل. We talked about همزة وصل القطع. We said when it's preceded by a noun, a word or a waw fa, it's not pronounced, then it's وصل, otherwise it's قطع. كيف نحكم على همزة الوصل؟ بأنها إذا سبقت بكلمة أو بحرف وا أو فا فإنها لا تنطق، تدغم مباشرة، مثل ما قلنا واسمو واسمو، وإذا نطقت فهي همزة قطع أو تنطق تصبح همزة قطع وأخذ. طيب هذا تقريبا كان مجمل الدرس الماضي. هل لديكم من أسئلة عن الدرس الماضي؟ كل شيء على ما يرام؟ طيب لا تنسوا استخدام هذه التمارين عندما تخرجون إلى الشارع، إلى المنزل، إلى في كل مكان، إذن هو السبيل إلى إن شاء الله تعلم اللغة العربية. اليوم إن شاء الله سوف ننتقل إلى الدرس 22، وكما يظهر لكم الدرس هو درس متعلق بما درسناه قبل يعني الدرسين أو ثلاثة دروس، عندما تحدثنا عن اسم الإشارة، وقلنا اسم الإشارة يعطي علامة على القرب أو على البعد، فيختلف اسم الإشارة بحسب القرب والبعد. هذا رقم واحد. اثنان، اسم الإشارة يعني لنا تذكير وتأنيث. So our lesson today is about pronouns. When we talk about this and that, and we talk about feminine and masculine in Arabic. طيب انظر إلى الصورة على اليمين، مكتوبة في أعلى الصورة هذا. لماذا قلنا هذا؟ هل هذا ولد أم بنت؟ حامد أو ولد. حامد، هل هو ولد أم بنت؟ ولد. ولد اسم لعلم لولد. So it's a name of a boy. طيب قلنا هذا من يقرأ؟ هل تقرأ لنا يا سامي الجملة؟ هذا ابن حامد. أحسنت، هذا ابن حامد. طيب أولا قلنا أن هذا اسم إشارة وتدل على القرب، عندما أقول هذا فإن حامد هذا قريب مني، لو كان حامد يجلس هناك لقلنا ذلك. إذا تتذكرون ذلك
حامد أو ابن حامد. طيب ملاحظة أخرى غير اسم الإشارة، انظروا إلى كلمة ابن، ما هو التشكيل عليها يا خالد؟ ضمة. ضمة، وقلنا أن هذا الاسم الذي يأتي في الأول هو اسم يقال له المضاف، والاسم الآخر أتى مكسورا بالتنوين صح؟ نعم. ونقول عنها حامد، ولماذا أتت كذلك؟ مضاف إليه. أحسنت، لأنها مضاف إليه. So to analyze this we talk about this when we talk about something with distance very close to the speaker. This. Okay? Then we talk about the boy, we say this ابن حامد. The first noun is with ضمة because it's called, as we said the previous lesson, مضاف. The second noun came كسرة and تنوين because it is the مضاف إليه. So هذا ابن حامد. شكرا لكم في الجزء الأول. ننتقل بكم مع محمد. يا محمد نريد أن ننظر هل هذه فتاة أم ولد؟ فتاة. فتاة هي بنت. طيب فتاة يعني بنت. فتاة is the name like a girl. Okay. وهذه، هذه اقرأ هذا المكتوب. وهذه كلمة جديدة ها. وهذه بنت ياسرين. أحسنت. إذن لن نتحدث عن كلمة بنت مضاف وياسرين، سوف نتحدث هنا عن هذه، وهو التركيز عن درس يعني الوحدة هذه. إذن هذا نتكلم، هذا قلم، قلنا ذلك من قبل. إذن مذكر it's masculine we use هذا، واضح لكم this. طيب عندما نتكلم، عندما نتكلم في اللغة الإنجليزية هل نقول للأنثى بنفس الأسلوب؟ نفس الأسلوب، لا يوجد تذكير وتأنيث، لذلك لابد أن تعير الانتباه. As non-native speaker of Arabic you have to pay attention to these words because in Arabic is different from English. We have هذا for masculine, we have هذه for feminine. طيب إذن هذه لأنها بنت، هذه بنت ياسر. هل هذا واضح لكم؟ نعم. So the focus is on هذه، اسم الإشارة للمؤنث، واضح؟ ننتقل الآن إلى الشريحة التي نشرح فيها كل شيء. انظروا إلى الصورة، هذا ابن حامد وهذه بنت ياسر، كانت عنوانا لنا قبل قليل. طيب واضح لكم يا شباب؟ نعم. طيب ننتقل إلى الصورة الثانية التي هنا، وأريد واحد يعني، ولنبدأ من سامي. سامي اقرأ لنا الجملة هذه. ابن حامد جالس وبنت ياسر واقفة. أحسنت. إذن جالس sitting, so he is sitting، حتى يوضح لكم أنه الولد. وبنت ياسر واقفة، واقفة standing، واضح لكم؟ طيب ننتقل إلى الصورة الثالثة وننظر إلى خالد ونقول يا خالد اقرأ السؤال والإجابة المقابلة له، ثم بعد ذلك سوف نسأل محمد يسأل السؤال الذي أسفل من ذلك. من هذه؟ إذن أحسنت، هذه أخت المهندس. إذن أخت مضاف، مهندس مضاف إليه، أخت مضاف it comes with ضمة، المهندس with كسرة، لكن but the focus is on هذه. قلنا هذه الآن أخت مهندس لأنها مؤنث، أخت وأخ، أخ brother، أخت sister. طيب السؤال الذي يلي ذلك يا محمد تفضل. أهي أيضا مهندسة؟ أحسنت. إذا انظروا مهندس لا يوجد تاء مربوطة، مهندسة تاء مربوطة تدل as indicator of feminine as we said. أهي أيضا مهندسة أو مهندسة، آسف، أهي أيضا مهندسة. طيب والجواب؟ لا هي طبيبة. إذن نقول هي as a pronoun، هي not هو، هي طبيبة. انظروا تاء مربوطة، look تاء مربوطة at the end it means feminine، هي طبيبة، هي طبيبة.
واضح؟ نعم واضح. إذا نقول هذه شاشة وهذا قلم هذا مكتب. ابدأ فكر ما حولك وأضف له هذا هذا هذا، وحاول أن تفرق بينه وبين البعيد عندما قلنا ذلك. هذا واحد. اثنان، حاول أن تركز على المذكر والمؤنث، focus on masculine feminine. طيب واضح الصورة توضح لنا. ننتقل إلى الشريحة التي تلي ذلك، ونجد في أعلى الشريحة سؤال ونسأل السؤال: سيارة من هذه؟ ويجيب علينا سامي مثلا: هذه سيارة المدير. انظروا، مضاف، مضاف إليه، كسرة، ضمة، as we said، مضاف مضاف إليه. طيب وقلنا هذه مؤنث أو لا؟ feminine or not؟ feminine. why؟ انظر إلى كلمة سيارة، يوجد تاء مربوطة. هذه سيارة، لا نقول هذا سيارة. أغلب الطلاب في الدراسات الذين يدرسون اللغة العربية الناطقين بغيرها يخطئون في التذكير والتأنيث. من أهم مشاكل والشائع بينهم خطأ في التذكير والتأنيث، فكثير منهم يقول هذا سيارة. So most non-native speakers of Arabic, when they study Arabic, they have this mistake. They like mix using masculine and feminine. هذه feminine، هذا masculine. If the coming or next pronoun or next noun is masculine, you use هذا. If the second or the noun that comes after هذا is feminine, we say هذه. So the focus on the second noun, or the second word after the pronoun. Okay? السؤال الآخر يا خالد: ما هذه؟ هذه مكواة. أحسنت. انظروا، تاء مربوطة، إذن لابد أن يكون هذه، لا نقول هذا مكواة. طيب لا نقول هذا فاطمة أو فاطمة، نقول هذه. لا نقول هذا سيارة، هذه سيارة. طيب واضح. مهم جدا أن نعطي اهتمام لهذا الشيء. Try to practice using surroundings, okay? Using this and that, this and that. Masculine, feminine. هذا masculine, feminine. هذه. طيب ننتقل الآن ونسأل السؤال: الدراجة أنس هذه؟ ومحمد ينظر إلينا في الصورة ويجيب: الدراجة أنس هذه. تفضل. لا، هذه دراجة عمار. أحسنت. هذه دراجة ضمة عمار، وقلنا هذه لأن كلمة دراجة مؤنث. واضح. طيب انتقل التي تليها. هذه جديدة. أحسنت. ليس بالضرورة أن يكون هناك اسم، لكن هنا صفة جديدة. طيب ودراجة. ودراجة أنس قديمة. أحسنت. قديمة، تاء مربوطة هنا وتاء مربوطة هنا. انظروا، يوجد لدينا جديدة قديمة. جديدة is like new, an adjective. new. قديمة is the same like old. so دراجة هي مؤنثة، مؤنثة feminine. هذه دراجة، دراجة. هذه دراجة. واضحة لكم؟ طيب ننتقل بعد ذلك لكثير من التمارين المفيدة. نريد أن نسأل السؤال ويجيب عليه خالد مثلا، ثم يسأل السؤال خالد يجيب عليه محمد، وهكذا. نبدأ من الصورة الأولى على اليمين، فلتسأل السؤال يا سامي. تفضل. لمن هذه؟ أوكي. لمن؟ So we asking the question and then we answer the questions. And we are starting from top right picture. ابدأ خالد، أجب عليه. لمن هذه؟ هذه لخالد. أحسنت. انظروا، لخالد لوجود حرف جر آخر. لي مثل الحروف التي درسناها قبل، لخالد كأننا نقول إلى من،
لذلك أتت مكسورة لخالد، لا نقول لخالد، واضح؟ إذن اللام هنا ليست لام ألا التعريف، it's not ألا التعريف لام، but it is a preposition. Okay, so now the practice is to read the question and answer the question. And when we read the question, who is this? The answer came هذه, because it's feminine and it's حقيبة. But the question here لخالد came with كسرة تنوين, because it's preceded by a preposition like لي. Okay, هذه لخالد. تفضل يا سامي. لي like for. This is for. Yeah, this is for. أحسنت. Like this is for. أحسنت. For. This is for. أحسنت. شكرا لك يا سامي. أحسنت. هذه لخالد. طيب. من كان يسأل؟ أجبت أنت يا خالد؟ نعم. هل ممكن أن تسأل محمد ثم هو يجيب؟ الصورة التي على اليسار هذه في الأعلى. لمن هذه الساعة؟ لا يوجد لمن. آه. اقرأ الجملة التي موجودة عندنا. هذه ساعة علي. أحسنت. هذه ساعة علي. أحسنت. إذن هي مؤنث لأنها كلمة ساعة. أتت مؤنث فقلنا هذه, وثم أتت بالضمة لأنها مضاف, أم بالكسرة وهنا بالكسرة منونة لأنها مضاف إليه. So we have a feminine because it came ended up end the word with تاء مربوطة, then we said هذه, then ساعة because it's noun number one came as with ضمة, and علي came as noun number two, then it comes with كسرة تنوين. So basically this is what we have studied before. The focus is on هذه as اسم إشارة, as we said before. هذه. طيب لدينا محمد الجملة التي تليها. هي جميلة جدا. بدأنا نوصف هذه هي, كنا نقول هذا هو, هي جميلة جدا. طيب نعود إلى الصورة في اليمين أسفل ونقول يا سامي اقرأ السؤال واجب عليه, أو اقرأ الجملة ثم اقرأ الجملة التي تليها. هذه ملعقة. أحسنت. هذه ملعقة. انظروا كل مرة نتأكد أن التاء المربوطة علامة للتأنيث. So every time we come with examples we see that تاء مربوطة is an indicator of feminine, so we use هذه. طيب وماذا عن الذي يلي ذلك؟ وهذه قدر. وهذه قدر. انظر هنا الخطر عندما يأتي الاسم ويكون لا يعرف هل هو مذكر أو مؤنث إلا بالاستخدام, مثل كلمة بئر, هي لا تأتي بتاء مربوطة لكن تعتبر مؤنثة, بئر. وهذه بئر. صحيح؟ واضح لكم؟ طيب so masculine sometimes and feminine it comes with no تاء مربوطة, but we understand that it's feminine from the use of the word, and the more you have examples as exceptions we can say, but it's there. Okay, طيب واضح لنا. ننتقل إلى الصورة الأخيرة لعلنا نسأل خالد يقرأ لنا الجملة هذه. الملعقة في القدر. الملعقة في القدر. التاء مربوطة هنا وأتى حرف الجر ثم أتى بعد حرف الجر كسرة في القدر. واضح لكم يا شباب؟ هو نعم. عبارة عن تمرين جيد لكثير من كيف تسأل وتجاوب. هذه التمارين مهمة أن تستخدم في المحادثات. إيش ما هو الهدف الرئيسي؟ هو لماذا نكتب هذه الأسئلة؟ حتى أنت تأخذها ثم تخرج وتستخدم هذه الكلمات. So the focus of such an exercise is how to bring these words and keep them you take them with you and go outside, use them. Okay? واضح لكم يا شباب؟ إن شاء الله أنها واضحة. ننتقل إلى الشريحة التي تلي ذلك. وأيضا من الصورة اليمين ننتقل, كل صورة سوف أخصص لها طالب حتى يقرأها. الصورة الأولى نبدأ من سامي مجددا ونقول اقرأ يا سامي هذه الصورة. هذه بقرة الفلاح. إذن بقرة تاء مربوطة أتى بعدها هذه, لابد أن تكون هنا, ثم الاسم الآخر يأتي مكسورا. هذه بقرة الفلاح. طيب
طيب واضح؟ فلاح. أتت هي ماذا؟ لعلي أنظر فيها. ماذا؟ بالإنجليزية. تقصد ما هي ما معنى الكلمة؟ نعم. فارمر. فارمر. So it's the cow of farmer or the farmer. Okay. واضح لكم كلمة الفلاح هي كلمة جديدة. أحسنت يا سامي. فلاح is a farmer. طيب أحسنت يا سامي. ننتقل إلى الصورة الثانية يا خالد تفضل. هذه أذن. أحسنت. وهذه الأخرى. وهذه عين. دائما الكلمات السهلة يا شباب هي الكلمات التي تتبعها صورة لأنك لا تحتاج إلى الترجمة الحقيقية. طيب فكلمة مثلا بقرة الصورة فيها بقرة فلا يحتاج إلى الترجمة. حتى كلمة فلاح لو كان لدينا الفرصة لعرضنا لكم صورة فلاح. أذن هذه أذن، هذه عين، هذه يد، وهكذا، وهذا رأس، وهذه ساق، قدم، وهكذا. حاول أنت يعني تعرف المذكر والمؤنث من خلال ما هو حولك. Okay, so try to practice feminine and masculine using looking around those nouns and try to use هذه هذه هذه. Okay. ننتقل إلى التي تليها يا محمد. هذا أنف. مذكر ماسكولين. وهذا فم. وهذا فم. So these are for masculine. These are for feminine. واضح؟ طيب ننتقل إلى الصورة الأخيرة سامي وهي عن المؤنث. وهذه. وهذه يد. أحسنت. وهذه يد. وماذا عن الأخرى؟ وهذه رجل. واضحة جدا بأنك تستخدم هذه مع المؤنث. هذه مع المؤنث، وهذا مثل ما ذكرنا قبل يعني ثلاثة دروس مع المذكر. واضح لكم؟ نعم. So the focus using this as هذا with masculine and this as هذه with the feminine. واضح لكم يا شباب؟ نعم. طيب ننتقل إلى التمرين الذي يلي هذا الدرس. اقرأ واكتب. أنا سوف أقرأ لكم وأنتم سوف تكتبون هذا التمرين إن شاء الله عندما تعودون في البيت. وأنت تكتب اكتب من اليمين إلى اليسار، الحرف يكتب من الأعلى إلى الأسفل. لا تنسى أن تنطق أثناء الكتابة. الآن سوف أقرأ لكم من اليمين، من هنا سوف أبدأ أقرأ. I'm gonna read and the exercise is you read and write. And writing is copying. Try to copy, 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 copy. Start one word by one word. Don't take it as one go. You wanna finish it as just in one go. No, finish it as slowly as you can. 2 days, 3 days, it's okay, no problems. There is no need to rush as long as you benefit, okay? عليكم الكتابة ببطء ولا تستعجل الكتابة لأنه لا يوجد لدينا اختبار حتى تنتهي. أقرأ الآن معكم. هذا مسجد وهذه مدرسة. من هذه؟ هذه أخت عباس. هذا ديك وهذه دجاجة. هذا ابن المدير وهذه بنت المدرس. في العمود الآخر ننتقل هنا في second column. هذه أم ياسر. استبق خالد الأحداث وقال هذه قبل قليل في مثال. أحسنت. أين قدر اللحم؟ هي في الثلاجة. انظروا الآن قدر أتت بالمؤنث هي. تمام؟ واضح؟ هذا باب وهذه نافذة. عليكم أن تكتبوا هذه وتكرروها وتقرأوا أثناء يعني أثناء الكتابة. تكرر بالنطق. You need to write and then produce what you write. طيب ننتقل الآن. انظر إلى الصورة وأشل لكل منها بما يناسبها. So we have these photos or pictures. You either say ما هذا or ما هي ما هذه. So what is the focus? If it's masculine, we say هذا. If it's feminine, we say هذه. واضح لكم؟ نبدأ من سامي والصورة الأولى. الصورة الأولى. صورة ماذا؟ أنا بكتب لكم الكلمة حتى تتذكرون. ها. قلم. ماذا؟ نقول ما هذا. أحسنت. ما هذا؟ ما رأيك يا خالد؟
ما هذه؟ أحسنت، ما هذه. طيب ننتقل إلى محمد هذه الكلمة. ما هذا؟ أحسنت. ننتقل إلى سامي ونقول انظر إلى هذه الكلمة. خميس. ما هذا؟ ما هذا. طيب ننتقل إلى خالد مرة أخرى ونقول ما هذه؟ أحسنت، ما هذه. وننتقل إلى محمد ونقول ما هذه؟ ما هذه. طيب ونعود مرة أخرى إلى سامي ونقول ما هذا؟ ما هذا. وننتقل مرة أخرى إلى خالد ونقول انظر ما هذه؟ ما هذه. ونعود مجددا إلى محمد ونقول ما هذا؟ أحسنت، بيت. طيب وأخيرا نقول ما هذه؟ ما هذه. قدم. تمام. وبعضهم يقول ساق. هل ساق نقول هذا ساق أم هذه ساق؟ هذه. هذه. كيف نعرف التذكير والتأنيث؟ اذكروا بعدها فعلا مضارعا فتعرفون أنها مذكرة أو مؤنثة. طيب so if you want to figure out, this is just a general comment. If you want to understand the feminine and masculine as in words, try to use a present simple verb, and then you see if it's using ya, so it must have masculine, or ta, it becomes feminine, or it shows that the subject is feminine. واضح لكم يا شباب؟ نعم. وهو حقيقة الأفضل بالممارسة، لكن هذه بعض الملاحظات الذي يريد أن يتأكد منها يستخدم بهذا الشكل. وبعض الأسماء تأتي مذكرة ومؤنثة. Some nouns used as feminine and masculine. So, but very rare. يعني it's not always. ليست بكل الأحياء يعني الكلمات. ننتقل إلى هذا التمرين. انظر إلى الصورة وأشر لكل منها بما يناسبها. قبل قليل انظر إلى الصورة وأشر لكل منها بما يناسبها. ما هذا؟ ما هذه. ننتقل الآن إلى هذه الكلمات ونقول يلا مرة أخرى مثل ما فعلنا. ما رأيكم؟ الصورة الأولى والثانية لدى سامي، ثم الصورة الثانية والثالثة، كل طالب منكم يعني يستخدم ما هذا أو ما هذه لصورتين. طيب فسامي يكون يبدأ بصورتين لديك. هذا يد. هذه يد. أحسنت، يد. هذه دراجة. دراجة. أحسنت، شكرا لك. طيب ننتقل إلى خالد. هذا تفضل. هذا فم. هذه قدر. أحسنت. طيب ننتقل إلى محمد ونقول هذا كرسي. أحسنت. والتي تليها هذه مكواة. أحسنت. نعود إلى سامي مرة أخرى ونقول هذا مسجد. أحسنت. وماذا عن الكلمة التي تليها؟ هذه ثلاجة. طيب ونعود إلى خالد ونقول ما هذه؟ هذه نجمة. أحسنت. ولكن السؤال نقول هذه نجمة، ما هذه؟ أحسنت. وأخيرا هذا مفتاح. أحسنت. هذا مفتاح أو ما هذه. واضح لكم يا شباب؟ واضح. So the focus of this exercise, we remember the words of these pictures or photos and we say them as a question or as a statement. You say هذه يد. So you use هذه or هذا. Use هذه feminine, هذا masculine. And you use the noun. Or you ask ما هذا ما هذه as we did in the previous slide. تمرين واضح وسهل جدا يا شباب لكم. طيب حاولوا أن تستخدموا هذا التمرين على كل ما يكون حولكم. كل ما رأيتم كلمة حاولوا أن تدخلوا يعني لها يعني ما هذا ما هذه هذا وهذه بذلك الشكل. طيب ننتقل إلى الشريحة التي أمامنا الآن. اقرأ المثال وكون جملا على غراره. نحن نقرأ المثال ثم نكون عليه جملة. مثال
انظروا إلى المثال الأعلى، محمد طالب، وحاء وبعدها محمد طالب، انظروا هنا لأنه مذكر because it's masculine we say محمد طالب. ثم نذكر بدل محمد feminine name آمنة، ثم ما حدث تغيير أصبحت بتاء مربوطة. So we try to imitate the sentence on the right to become on the left. So this is مذكر، هذه مذكر وهذه مؤنث. هل هذا واضح يا شباب؟ واضح لكم التمرين؟ So you change from masculine to feminine or the vice versa. Okay؟ نأخذ المثال الأول ولو حدث خطأ سوف نذكركم بالأخطاء. الصورة الأولى اقرأها يا سامي وثم أجب عليها. حامد طبيب. أحسنت، إذن طبيب هي الكلمة المرادة، حامد طبيب لأنها مذكر ماسكلين، ثم تصبح فاطمة طبيبة. طبيبة وهكذا. واضح لكم؟ إذن we add تا مربوطة to these nouns the second nouns. يلا ابدأ الكلمة الثانية يا خالد. هو مسلم. أحسنت. هي مسلمة. لاحظوا هي ما درسناها من قبل، لم ندرسها، we didn't study this before. هو as he، هي as she. Okay, so the second noun should be feminine. هي مسلمة. التي بعدها يا محمد. الباب مغلق. أحسنت، مغلق. وإذا قلنا النافذة. النافذة مغلقة. طيب أنا أريد أن ألفت انتباهكم أنه يوجد لدينا كلمات جديدة الآن. فمثلا مغلق يقصد منها closed، opened مفتوح، مغلق closed، الباب مغلق. So the door is closed. الباب مغلق والنافذة مغلقة. انظروا حتى لابد أن نشكل فاطمة والنافذة وهكذا. طيب التي بعدها يا سامي تفضل. المنديل. المنديل وسخ. أحسنت، المنديل وسخ. انظروا وسخ it's a new word as well it's dirty. أوكي طيب dirty dirty. أوكي وماذا نجيب؟ اليد. اليد وسخة. انظروا اليد أيضا لابد أن نضيف عليها الضمة ثم نقول اليد لأنها كلمة جديدة. وسخة ضمة وسخة. طيب ننتقل التي بعدها خالد. الشاي. الشاي حار. أحسنت. القهوة حارة. إذن نكتبها حارة مشددة ثم التاء المربوطة. واضح لكم يا شباب؟ So it's hot and cold. حار hot cold لا يوجد cold حار hot. So the tea is hot, coffee is hot. Okay, next one. المسجد. تفضل يا محمد. المسجد بعيد. أحسنت. المدرسة بعيدة. إذن نأخذ كلمة بعيدة ونضيف عليها التاء المربوطة. نعود إلى سامي ونقول الأب. الأب جالس. طيب ممتاز جدا. الأم جالسة. إذا نأخذ هذه ثم نضيف لها التاء المربوطة أيضا. خالد. الطالب. الطالب مريض. الطالبة مريضة. طيب لا ننسى أن نقول الطالبة ثم التاء المربوطة مريضة. So the student is sick. Sick مريض. And in English we say sick for both of them. But in Arabic مريض مريضة. الطالبة. أخيرا محمد أو ما قبل الأخير. الحصان. الحصان سريع. أحسنت. وماذا عن السيارة أو السيارة؟ السيارة سريعة. إذن هي لابد أن نضيف لها تاء مربوطة أيضا ونقول سريعة. طيب أخيرا وآخر جملة يا سامي. القمر. القمر جميل. أحسنت. وماذا عن الشمس؟ الشمس جميلة. جميلة تاء مربوطة ثم التنوين جميلة. هل هذا واضح لكم؟ نعم. So the focus is how to use masculine and feminine and
we said that ta marbuta is an indicator of feminine. So always we have it as feminine. Except if you see the word al-yad on the right column, third or fourth word al-yad. Otherwise, most of them يعني feminine. Okay? Al-um also with no ta marbuta, but we know it's feminine from the meaning. And also we know some names like Fatima, if it comes Hanan, اسم عربي لكن نقول أنها مؤنث لأنه اسم ومعروف أنه مؤنث فقط لأنها تطلق على شخص مؤنث. So it's basically a feminine and masculine exercise, and you need to just to copy the adjectives or the complement of the words using تاء مربوطة or not. واضح لكم يا شباب؟ أنا أحاول أن أشرح لمن لم يفهم باللغة العربية. واضح لكم؟ نعم. طيب شكرا جزيلا جدا ممتاز. سننتقل إلى هذا التمرين. صحح الجملة الآتية. You need to correct these sentences. These sentences on the right hand are not correct sentences. You need to correct them. I will give you 1 or 2 minutes. Oh, shall we do it together? We do it together. حقيبة من هذا؟ من يصحح لنا التصحيح؟ تفضل يا سامي. حقيبة من هذه؟ طيب إذا نقول حقيبة من، الخطأ هنا نقول هذه. طيب وماذا عن المثال الذي يليه؟ الغرفة مفتوحة. طيب هنا يوجد خطأ، التاء مربوطة، إذن هنا لابد يكون تاء مربوطة، فنقول مفتوحة. واضح التمرين يا شباب؟ نعم. واضح؟ ناخذ مثال آخر لمحمد حتى يكون الكل شارك. هذه سيارة الطبيب. هذه. إذن الخطأ هذه. أحسنت، نقول هذه ونكمل. طيب أكملوا الباقي في المنزل إن شاء الله. طيب واضح لكم؟ نعم. طيب أنا أرى أنه بهذا التمرين نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة، لكن قبل أن أختم أريد أن أسألكم إذا كان لديكم أي سؤال أو أي استفسار. إذا التمرين كان عن هذا وهذه، هذا درسناه من قبل لكن أضفنا لها هذه كتمرين على المؤنث. أتوقع أن التمرين كان سهل، عليكم الكتابة وإكمال الواجب كما ذكرناه من قبل. إذا لم يكن لديك واجب دائما خذ من الجمل ما شئت وكررها. واضح لكم؟ طيب أنا أقول أشكركم شكرا جزيلا في ختام هذا الدرس، وأتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله نلتقي بكم في درس قادم إن شاء الله. يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.